السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello everyone and welcome to video number 14 of Learning English with Ahmed Aymer. In today's video, we're going to take a look at an important tense, which is the present simple tense. And when should I use the present simple tense? But before I get started, I would like to pay your attention to something which is really so important to focus on, which is هي أنا قبل ما أتعلم اللغة كان في مشكلة بتقابلني، يعني مشكلة رهيبة، هو ان انا كنت بتفرج على فيديوز كتير جدا، بس في الاخر بكتشف ان انا يعني المعلومات اللي عندي اكبر واكتر من الفيديوز اللي انا اتفرجت عليها. كان بيحصل لي تشوك كده في نهاية الفيديو ان انا ضيعت 15 دقيقة او 10 دقايق من عمري في على الفاضي. فانا في الاول عشان اتجنب القصة دي معاكم هحط 4 أو 5 أسئلة في الاول، لو عرفت تجاوب على الاسئلة دي يبقى انت مش محتاج الفيديو ده خالص، ما عرفتش تجاوب عليهم يبقى كمل معايا الفيديو للاخر. اما لو انت مش عارف تقرا الاسئلة اصلا ومش فاهم الاسئلة فياريت تقفل الفيديو خالص وتقفل القناة وما تتفرجش على اي فيديو من الفيديوهات بتاعتي خالص. يعني حاول ان انت تقرا شوية عن البيسكس وكده، وان شاء الله باذن الله يعني ترجع تتفرج تاني على الفيديو. تكوين الزمن ده فانا تحت في الديسكريبشن كاتب ازاي بكون الزمن، لكن انا النهاردة بصدد الكلام عن استخدامات الزمن المضارع البسيط. تاني سبب مخليني عايز اشرح الزمن ده، هي ناس كتير جدا مفكرة ان الزمن ده مش بيستخدم في المستقبل ومش بيستخدم في الحال او at the moment of speaking. لا، في الحقيقة هو بيستخدم في الحال وبيستخدم برضه في المستقبل، بس هنعرف دلوقتي ازاي. الفعل المضارع في اللغة العربية هتلاقي ليه دلالات، من ضمن الدلالات دي الحال والاستقبال والاستمرار. الحقيقة احنا نفس الكلام ده عندنا في اللغة الانجليزية بس مع شوية اختلافات. تعالوا نبدأ مع أول استخدام من استخدامات زمن المضارع البسيط. أول استخدام من استخدامات زمن المضارع البسيط something which is generally true، scientific fact، حقيقة ثابتة علمية موجودة مستمرة مش هتنتهي غير لما تيجي نظرية تانية تنفي النظرية دي. زي مثلا زي ما أقولك إن the sun rises in the east، people need food، دي حاجة معروفة وحاجة حقيقة وحاجة ثابتة والمفترض فيها الاستمرارية. scientific facts، scientific facts زي مثلا اقول لك if you boil water it converts to steam، لو غليت المية هتتحول لبخار، دي scientific facts والفاكس دي مفترض فيها الاستمرارية برضو، ومعرفش هتنتهي امتى الا لما يجي حد تاني يحط نظرية يلغي النظرية الاولانية. تاني استخدام من استخدامات زمن المضارع البسيط ال present simple tense ان انا بستخدمه with something or situation which is more or less permanent، يعني حاجة او موقف او حدث انا مفترض فيه الاستمرارية. يعني ايه؟ زي مثلا اقول لك I live in Alexandria، انا عايش في اسكندرية، انا بعيش في اسكندرية معناها ان انا يعني مش بكرة همشي. لما تيجي where do you live؟ I live in Alexandria، معناها انا عايش في اسكندريه فتره، معرفش امتى همشي، بس هو انا المفترض في كلامي ان انا عايش لفتره معينه من الزمن. تالت استخدام لزمن المضارع البسيط لما اجي اتكلم عن habits، عادات، عاده في انا بعملها يعني مثلا كل يوم، ودي بستخدم معاها ال adverb of frequencies اللي هي احوال التكرار. اي تعبير بيعبر عن التكرار، حاجه بتحصل بشكل عاده بشكل مستمر، بستخدم فيها زمن المضارع البسيط، وبرضه ما بقاش عارف هي هتنتهي امتى. زي ما اقول لك، زي مثلا ما اقول لك I smoke cigarette، I sleep early every day، I go to school every day، I do not travel very often، I play tennis once a week. الاستخدام اللي بعد كده لزمن المضارع البسيط هو لما اجي اتكلم عن the future، a fixed plan or a timetable، يعني جدول زمني محدد معروف موضوع من قبل هيئة أو مؤسسة أو منظمة، فبستخدم فيها زمن المضارع البسيط. زي مثلا إيه؟ زي ما أقول لك the train leaves at 7 a.m. tomorrow، the film starts at 9 a.m. school begins at 9 tomorrow، when does the class finish، what time does the film start. الاستخدام اللي بعد كده لزمن المضارع البسيط هو بستخدمه لما اجي اتكلم عن ال state of verbs. في اللغة الانجليزية عندنا الافعال منقسمة ل state of verbs او state verbs، والجزء التاني اللي هو dynamic verbs او action verbs. ال state of verbs طبعا انا هعمل فيديو ان شاء الله عن الفرق ما بين الاثنين دول، بس دلوقتي مؤقتا ال state of verbs هي حاجة بتعبر عن الحالة، زي ال emotions، the I like you، I love you، hate، like، won't،
I need to understand. You look great. You look fabulous, gorgeous. This soup tastes good. يبقى نلخص كده الاستخدامات. Permanent situations, general true, habits, scientific facts, future timetables. ياريت لو استفدت من الفيديو تعمل لايك وشير وتاج لاصحابك، وما تبخلش على حد يتعلم او يستفيد. جايز حد يستفيد من الفيديو ده، ياريت تعمل شير لاصحابك. وشكر جدا ليكم، وان شاء الله اشوفكم باذن الله مع قاعدة جديدة وزمن جديد في الاسبوع الجاي ان شاء الله.